إليكم كيفية إعداد حساب في زوهو سوشيال في أقل من 3 دقائق، لكن دعنا أن نتناول مفهومين قبل أن نبدأ. أولاً، ما هي البوابة؟ يتم إنشاء بوابة تلقائياً عند التسجيل في زوهو سوشيال، وتضم بوابتكم جميع العلامات أو الهويات التجارية الخاصة بكم. فما معنى العلامات أو الهويات التجارية؟ تمثل العلامة أو الهوية التجارية هنا جميع القنوات الاجتماعية لمؤسسة واحدة أو شركة واحدة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون وكالة السفر زيلكر ترافلز علامة تجارية موجودة ضمن بوابة تسمى زيفر ديجيتال، ويمكن أن تحتوي هذه البوابة على العديد من العلامات أو الهويات التجارية مثل زيلكر ترافلز، زيلكر كو، وزيلكر كافي، والتي تدار ضمنها. ويتم إنشاء علامة أو هوية تجارية في بوابتكم بمجرد ربط أحد قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بكم بزوهو سوشيال، ويمكن أن تتضمن كل علامة تجارية صفحة فيسبوك واحدة وصفحة شركة واحدة على لينكدين وحساب شخصي على لينكدين وحساب شخصي على تويتر وجوجل ماي بيزنس وحساب شخصي على إنستغرام. ولإدارة أكثر من واحدة من أي من هذه الحسابات على الوسائط الاجتماعية، على سبيل المثال حسابان شخصيان على فيسبوك وحسابان على تويتر، ستحتاجون إلى علامة تجارية ثانية وربط هذه الحسابات الاجتماعية الأخرى. وللقيام بذلك، يمكنكم إما الترقية إلى خطة مدفوعة أكبر أو شراء إضافات تتيح لكم إدارة المزيد من العلامات أو الهويات التجارية ضمن خطتكم الحالية. باختصار، تضم بوابة زوهو سوشيال جميع علاماتكم التجارية، ويمكنكم ربط أي قناة من الوسائط الاجتماعية 6 بكل من هذه العلامات التجارية التي تنشئونها. ويمكنكم تعديل إعدادات علاماتكم التجارية لإضافة اسم العلامة التجارية وصورة العلامة التجارية والوصف كذلك. يمكنكم كذلك تعيين المنطقة الزمنية المفضلة لديكم ثم الضغط على زر الحفظ. حسناً، فلنبدأ الآن. بمجرد التسجيل في زوهو سوشيال، يمكنكم إعداد علامتكم التجارية من خلال ربط قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة بزوهو سوشيال، وما عليكم سوى ربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من هنا واتباع التعليمات. وعند ربط قنوات الوسائط الاجتماعية الأولى بزوهو سوشيال، يتم إنشاء علامة تجارية تلقائيا في بوابتكم، ويمكنكم بعد ذلك ربط القنوات الاجتماعية الأخرى في أي وقت من خلال النقر فوق الرموز الاجتماعية الموجودة أسفل لوحة المعلومات الخاصة بأداء العلامات التجارية، أو انتقلوا إلى الإعدادات ثم إلى القنوات الاجتماعية لربط جميع قنواتكم الاجتماعية الأخرى. وللتبديل بين العلامات التجارية المتصلة ببوابتكم، انقروا فوق شعار علامتكم التجارية وحددوا العلامة التجارية التي تريدون الوصول إليها. وهذا كل ما تحتاجونه لإنشاء حسابكم. شكرا على المشاهدة.